معدل قد ايه بتشوف حد تبقى عارف ان هو عامل تجميل؟ كتير جدا. النهارده عايزك توصف لي تفاصيل هذا الكفاح المسلح. لا انا طبيب في الاساس، طبيب مهمته يعالج. ناس كمان ثقافتها في الاسنان، لا احنا قدامنا سنين. اي وصفه بعيد عن طبيب الاسنان في الاخر مصيرها تدمير الاسنان. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، تخصص في مجال تجميل الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان جامعه نيويورك، احد مطوري حشوات الاسنان التجميليه. اهلا بكم طبعا ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور نور الدين مصطفى. اهلا بيك يا دكتور نور. اهلا بيك يا دكتور. المره اللي فاتت اتكلمنا في الزراعه، والمره اللي فاتت بدات انا يعني استعيد فكر الناس، او بمعنى صح اتمثل شخصيات بعض الناس. هو طبعا التمثيل شكله بشكل فيه نوع من الكوميدي، لانه الناس ساعات بتقول كلام يعني ايه كوميدي ده، يعني ده ولا حاجه. لا ده ولا حاجه بالنسبه للحقيقه، بالنسبه اللي بتشوفه. لا لا، طب انا هرفع لك مستوى التقمص. همثل لك واحد دور يعني حد ده في نوعيه من الناس يا جماعه، اللي هي نوعيه المبتدعه في الافكار المتطرفه، اللي هو ايه؟ مبدع في الفكر الخزعبلي، اللي هو بيسرح كده وبيجيب فكره خزعبليه ممكن يكون دي قادمه من كوكب اخر الارواح نقلتها له، وبيبدا ينقلها للدكتور، فتحس ان المكان كله ارواح. فانا النهارده هعيش لك الجو ده. يعني مثلا في عالم زراعه الاسنان، تمام، اتكلمنا المره اللي فاتت في الزراعه بالتفصيل. هل ممكن حد يجي لك يقول لك ايه؟ بص يا باشا، انا زراعه زرع لي فلوس، انا من جنيه الالف، انا عندي اساسا كل مطاعم السردين بتوع مصر. خلاص، انا اكبر تاجر سردين في مصر. خلاص، بس انا اسمع بقى ان الحته المزروعه دي بتصدي حلو، وساعات بسمع انها بتقلب سرطان كمان، وممكن تسرح فتدخل على مخي. وده احتمال كبير على فكره. لو حد بمخك هيبقى كده، هتعمل كده. الشخصيه دي على فكره موجوده. اللي انا عايز اقول لك عليه بقى ان مشكله الشخصيه دي ان هو مش السبب، ودي المفاجاه. على فكره الشخصيه دي في الطب كله. لا، هو نفس الشخصيه اللي بتقول على الانسولين بيعمل مشاكل، وهي نفسها اللي بتقول على انه الدواء ده ممكن يعمل سرطان، وان الدواء دوت وحشوه الصدر ممكن تعمل سيليكون يعمل سرطان في الصدر. هي نفس الافكار بالظبط. بس عايز اقول حاجة، ان الشخصيه دي مظلومه شويه. الشخصيه دي واخده الموروث الفكري ده للاسف من دكاتره. يا راجل تخيل بقى، الزراعه احنا لما بدانا نشتغل زراعه بشكل متوسع، بدانا في يعني بشكل كبير بقى، وبدا ينتشر ونعتمد عليه، كان في اوائل الالفينات. تمام، اللي كان بيشتغل زراعه في مصر كام واحد؟ لو قلت لك ان هم ما يتعدوش دكاتره، يعني ما يتعدوش الخمسه في مصر كلها اللي بيشتغلوا زراعه بشكل محترف وبشكل سليم، ما بقاش يعني ما بقاش مبالغ. تمام، طيب لما يبقى عندك في اول الالفينات تقريبا 20,000 دكتور، فيهم خمسه اللي بيشتغلوا زراعه، هل بقيه ال 20,000 هيشكروا في الزراعه؟ للاسف للاسف، وده ضد الاثكس او ضد الاخلاق الطبيه، الدكاتره اللي ما كانتش بتعرف تعمل زراعه كان بيسوق عمليه الزراعه، يقول له لا 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 خد بالك، اصل الزرعه دي بتترفض، الزرعه ممكن تتحرك وتخش في الجيب الانفي وتعمل لك مشكله، الزرعه بتصدي، الزرعه ممكن تجيب سرطان. عايز اي حد، ما حدش ياخد كلامي ولا كلام اي حد كمصدق. ممكن يخش في مواقع طبيه ويكتب هل في حد في حاله واحده تم تسجيلها على الكره الارضيه، مش في مصر، على الكره الارضيه كلها، بتقول ان لما حد زرع حصل تحور لنسيج حوالين الزرع واتقلب لسرطان. انا عايز يعني اي واحد يجيب لي حاجه ايفيدنس بيزد، او حاجه يعني مؤكده ان في حاجه اسمها كده على الكره الارضيه كلها في الستة مليار، مفيش حاجه اسمها كده. ليه؟
لان في حاجتين الجسم بيتعامل معاهم على انهم جزء من الجسم وما بيرفضهمش، هي ماده التيتانيوم والسيليكون. الاثنين دول الدكاتره البلاستيك سيرجري بيستعملوا السيليكون، واحنا ودكاتره جراحه العظام واحنا بنستخدم التيتانيوم، لان التيتانيوم العظم بيمسك فيه. وحتى كل الناس اللي قدر الله عملت حوادث وعملت شرايح، الشرايح دي من التيتانيوم. في حد سمع قبل كده ان شريحه التيتانيوم عملت له سرطان؟ ما حصلش. لكن الدكاتره اللي ما كانتش بتزرع وكان عددهم كبير جدا في اول الالفينات، فيجي لي واحد يقول له انا سمعت ان في زراعه وعايزين نزرع. على فكره دي بتحصل دلوقتي، معلش اني هقطعك، بتحصل مع المناظير في الطب، بتحصل في حاجات كتير. لا المناظير، يعني في ناس لسه ما اتعلمتش المناظير كتير، يقول لك لا ده الفتحه احسن. الفتحه لا، المناظير المناظير المنظار ده بيشوف. المنظار لا، والمنظار هيعمل لك مشاكل. على فكره ده بنواجهه بقى في الطب في الحته دي. ما هو انتوا واجهتوه قديم. ما انا بقول لحضرتك بقى الشخصيه اللي حضرتك مثلتها النهارده هو شخصيه مظلومه، لان استقى معلوماته للاسف. عشان كده قلت لك من دكاتره ايه، انا واخد المعلومات دي بس انا واخدها من اللي كان فاتح جنبي بالظبط. ما هو احنا عندنا بقى لما الدكتور ما كانش بيعرف يزرع اقول لك ايه، لا طبعا التركيبه احسن، التركيبه بتعيش اكتر. بالعكس، انت بتقول على احسن طريقه لاستعاده الاسنان، وعلى اصح وعلى اسلم طريقه تعوض الاسنان اللي ربنا خالقها بنسبه قريبه جدا من اللي ربنا خالقها، هي الزراعه. مفيش حاجه زي، مفيش اي نسبه نجاح الزراعه عالميا من 90% لـ95%. عايز اقول لحضرتك ان علاج العصب اللي كل الناس بتعمله نسبه نجاحه من 70% لـ85%، والناس بتروح تعمله بمنتهى البساطه، عمرها ما سالت. التركيبات نسبه نجاح 75% على 10 سنين تقريبا، فالناس بتعمل كل الحاجات دي وهي اساسا نسبه نجاحها قليله. الزراعه نسبه نجاحها اعلى بكتير. فحضرتك علشان خاطر مش عارف تعمل زراعه بتشوه الزراعه وبتضلل الناس. بالعكس، الزراعه حضرتك جيت عملتي او حضرتك جيت عملت زرع، خدت السنه تقريبا اللي ربنا يعني اللي حضرتك فقدتها، خدت زيها بالظبط تقريبا. طبعا مش 100%، لان مفيش حاجه زي اللي ربنا خلقها 100%، لكن دي اقرب حاجه اللي ربنا خلقها، وما ضرتش الاسنان اللي حواليها، وبتاكل عليها كويس جدا، وبتحافظ لك على شكلك، وده مهم جدا. ان الزرعه الحاجه الوحيده اللي بتمنع تاكل العظم بعد الخلع، الخلع اول ما بنخلع على طول بيحصل عمليه اسمها بون ريزوربشن او عمليه تاكل في العظم، اول ما بنخلع على طول. طيب الحاجه الوحيده اللي بتوقف العمليه دي هي عمليه الزراعه. كل فوائد الزراعه دي، ويطلع دكتور يقول لي الحاله، اقول له خد بالك بس الزرعه بتترفض. مفيش حاجه اسمها الزرعه بتترفض، مفيش حاجه اسمها كده. الزراعه ليها نسبه نجاح زي اي عمليه في الدنيا، هي بقى اعلى نسبه نجاح عمليه في الاسنان هي زراعه الاسنان. فما ينفعش حاجه حد يديك معلومات غلط ودي تنشرها او تيجي تقولها. الزراعه من اسلم ومن اعظم الاختراعات في العهد الحديث في طب الاسنان. في العيان اللي انا همثله لك ده عيان مظلوم، ولازم كنت امثله لك يعني فعلا في مشهد تمثيلي كامل، واستعيد ذكريات زمان بقى، بس هعمله لك زي ما هو حاصل كده. حماده ده شاب لطيف من 5 6 سنين، كان عنده سنه او ضرس متاكل في جنب من بقه، فراح لدكتور من 5 6 10 سنين قال له هنخلع لك الضرس. وبدا الدكتور يخلع لحماده الضرس. شد معاه حماده، شد معاه حبيبي، شد يا اخوي، شد حماده من ناحيه، والدكتور بيشد من ناحيه. حماده كان حاسس ان الضرس ممكن يطلع ببقه بوشه مع الدكتور. فحماده جاي لك النهارده وهو عنده ضرس متاكل برضه، وانت قلت له هنخلع لك، وانت بتقول له هنخلع لك افتكر حضرتك بتتكلم عن الخلع. لا، هتخلع لي اسناني وهتشد وانا اشد. كان في زمان سيب وانا اسيب. سيب لا ما تقوليش كده، انا اخر مره شد ده حتى انا يعني الدكتور يعني مات منه، الدكتور وقع هو لا رجع في البلكونه على تحت، وجينا نزلنا جبناه من تحت. فما نشدش وانا شد، خصوصا انت عندك الدور عالي، فبلاش. ايوه على عندنا الدور عالي فعلا. انت في السادس مش كده؟ تقريبا في السادس حقيقة. السادس بعد 3 ادوار تقريبا في التاسع. يعني بعيد فعلا. ده كده مش هيطلع تاني. فانت ما تقوليش بقى شد واشدش بقى وبتاع والكلام ده. تمام. مبدئيا والله العظيم كان الخلع زمان كده. انا عارف ده حقيقي. احنا دلوقتي
ودي معلومة عامة عن العيادات عندنا. احنا العيادات عندنا كلها اقسام، وكل قسم على راسه رئيس، يعني رئيس القسم بتاعه استاذ دكتور واخد دكتوراه مدرس في الجامعة في اكبر جامعات في مصر. ليه؟ والحقيقة انت حظك حلو في المجموعة اللي بشوفك. لا عشان احنا تعبنا في، احنا تعبنا يعني بقالنا سنين بن 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 بنعمل وبندور على طول وبنعمل، يعني عارف اللي هو اللي بيعمل منتخب للعالم. لا وكلهم بتدور كويس، كلهم ما شاء الله طبعا. طب ما كلهم لا يعني اساتذه فعلا، يعني اساتذه في الشغل واساتذه في الجامعه وسنة اساتذه في الاخلاق وفي كل حاجه. لا اساتذه في الاخلاق وفي الاثكس والالتزام. يعني اللي عاجبني فيهم قوي فكره ان انا اشتغل لغايه الساعه مثلا واحدة بالليل بنفس الكفاءه اللي انا بشتغل فيها الساعه 12 الظهر. بالظبط بالظبط. ففكره ان حتى الخلع البسيط بيقوم بيه دكتور متخصص في الخلع، ودكتور يعني بيبقى استاذ دكتور ماكزيلو فيشيال مثلا، او واحد من خبراء الزراعه في الشرق الاوسط هو اللي بيخلع عشان يزرع. اكيد في فرق كبير جدا بين لما تروح حضرتك تخلع عند دكتور عادي، في فرق يعني، لان الدكتور اللي ماكزيلو فيشيال ده او اللي بيزرع ده هو عارف كويس قوي ان الخلع هيتبعه زراعه، فما ينفعش اعمل ديستراكشن للعظم اللي حوالين السنه. زمان زي ما انت بتقول امسك واعمل ودغدغ كده، هو بيدغ في العظم، بيكسر العظم اللي حوالين السنه، والعظم اللي حوالين السنه ده انا هزرع، فانا محتاج كل ملي عظم. تمام. فهنا بنبدا نشوف السنه دي انسب طريقه لخلعها ايه. واذا كان زمان وهو بيخلعه تسمع صوت تكسير، يعني تسمع صوت بقى اللي هو انت عارف ايه اللي بيتشد سنان ده، عظمك هو بيحاول يفكك عظمك من بعض عشان يطلع السنان. دلوقتي في جهاز تم اختراعه، الجهاز ده في منه اثنين في مصر، اسمه بيزوتوم 2. البيزوتوم 2 ده بيعمل حاجات كتير قوي في الزراعه، من ضمنها ان احنا لو قررنا نخلع لحد هنزرع له، ده مش بيخلع يعني بيخلع اتروماتيك، يعني بيخلع من غير ما بنعمل ديستركشن للعظم. بص حضرتك بندخل البيزوتوم بيبدا يقطع، ودي معلومه نبقى عارفينها، ان السنه ما بتبقاش ماسكه في العظم في اغلب الاحيان بانكيلوز، بتبقى ماسكه بليجمنتس باربطه. فالجهاز ده بيخش يقطع الاربطه ويوسع العظم عن طريق موجات فوق صوتيه معينه، زي ما احنا شايفين بدا يقطع في الـ في الـ في الـ في الليجمنتس كلها في الاربطه اللي حوالين السنه. بص في الاخر السنه مطلعينها بايه؟ بايدين من غير حتى فورسبس. تمام. بس مش كل عام بقى يجي يخلع اقول انا هخلع بالبيزوتوم. في ناس بتيجي اصلا السنه ديستراكتيف خالص، مش محتاجه اساسا بيزوتوم، مش محتاجه ان انا اقطع لها الليجمنتس خلاص هي متقطعه. وفي ناس بتيجي نوع تاني بقى عنده انكيلوزز. انكيلوزز يعني العظم نفسه ماسك في السنه، مش بليجمنتس، ده بيتعامل معامله تانية. احنا عايزين نقول ان كل طريقه او كل نوع من الاسنان عندنا الطريقه اللي نتعامل بيها، زي ما احنا هنا قدرنا نشيله بالبيزوتوم من غير حتى ما نستعمل فورسبس، من غير ما نستعمل الادوات الطبيعيه. الاسنان المتكسره خالص اللي دايبه في العظم جوه ليها طريقه بنشيلها بيها عشان احافظ على العظم. انا كل الهدف ايه؟ انا كل الهدف ان العظم اللي حوالين السنه دي ما يتكسرش. انا عندي 90% من الناس اللي جت خلع اسنانها بره جايه بحاجه اسمها البكالول، او الجزء الخارجي من العظم اللي حوالين السنه مكسور، لان الدكتور عمال يحرك بالفورسبس جامد جدا، فيقوم طق، صوت طق اللي انت سمعته ده هو صوت كسر عظم. فالعظم اللي ماسك في السنه اتكسر. طب انا هزرع في ايه؟ علشان كده احنا بنقول للناس لو حضرتك ناوي تزرع وفي سنه مفقوده اخلعها عند الدكتور اللي هيزرع لك. ليه؟ لان هو اكتر واحد حريص على العظم بتاع حضرتك، فتيجي الدكتور اللي هيزرع يخلع لك السنه بالطريقه الامنه اللي تحافظ على العظم بتاعك، وكمان ما بتوجعش، يعني ما فيش بين. احنا عامه اي عمليه بنعملها البروتوكول في العيادات ان حاجه اسمها زيرو بين، ممنوع يبقى فيه الم. الحاله ممنوع انها تغمض عينيها كده، عندما نقول الحاله هيخليك مفتح عينك، احنا باصين كويس على عينيك، اي رياكشن بتعمله لو حسينا ان في بين احنا هنقف. احنا مش هنستناك لما تقول مش زي بقى زمان، يا دكتور مفيش الكلام ده. حضرتك خليك فاتح عينيك، احنا بنشتغل اندر اناثيزيا معينه، مفيش اي احساس بالبين، تخدير معين، تخدير
فلو في اي وجع مش هنوقف، وان شاء الله اصلا ما يبقاش في وجع خالص. طيب توسيع ما تقلقش حماده، توسيع حماده ما تقلقش حماده تجربته سيئه جدا جدا. توسيع حجم الفك بالبيزو. تمام تمام. دي 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 مشكله بقى كبيره عند ناس. احنا المشكله ايه؟ المشكله انها 90 مليون واحد خلال ال 100 سنه اللي فاتت كان كل الناس قبل اخر 10 سنين او 20 سنه، نقول قبل اخر 20 سنه، كان تيجي الواحد عنده تسوس يروح الدكتور يقول له اخلع لي، يقول له في حشو، لا حشو بيقع اخلع لي. هتلاقي حتى الافلام العربي كلها، طبعا شفت واحد رايح لدكتور اسنان رايح يحشي؟ سمعت في فيلم عربي قديم ان في حد راح لدكتور اسنان يحشي؟ ده في فيلم، في فيلم ده انا محتاج نقعد نتفرج علينا وانت كده نضحك. اسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، احلى من احلى افلام اسماعيل ياسين، شفتوه؟ فيلم رائع، ده من الافلام الاخيره لاسماعيل ياسين على فكره، فيلم جميل قوي. كان اشتغل في عياده طب الاسنان. تمام. المساله ايه؟ اخلع كله كله كله. انا توفيق الدين قال له اخلع له الضرس الداخل على ايدك اليمين وانت داخل، او الضرس الشمال على ايدك الشمال وانت طالع. يعني وياما سمعت ان انا رحت للدكتور اخلع الضرس اللي وجعني، انا اخلع لي اللي وراه وساب لي اللي وجعني. فاكر المقولات الكتير دي؟ طبعا. فاحنا عندنا اجيال في مصر اتعرضت لابيوز او لتعامل خاطئ مع اسنانها، كانت بتخلع اسنان سليمه، كانت بتخلع اسنان المفروض تتحشي. فاحنا عندنا ممكن 50 60 مليون واحد اكيد عندهم فقد للاسنان. تمام. طيب اللي عدى عليه بقى فتره طويله من غير ما يزرع، العظم حصل له تاكل. طب العظم اللي حصل له تاكل ده هل ما ينفعش نزرع؟ لا، جهاز البيزوتوم 2 الجديد ده بيعمل لنا حاجه زي سبليتنج، او العظم الفيع اللي انا مش قادر ازرع فيه ده هو بيخش يقوم عامل فيه شق. الشق ده عشان هو الجهاز حساس جدا ودقيق جدا وما بيعملش تروما للعظم، فبيقوم فاتح العظم ده بالراحه خالص من غير ما يعمل فيه كسر ويوسع. يعني لو انا عندي ايدي اهي، هو بيقوم عامل كده، فالمسافة دي بدل ما كانت العرض صوابعي بس، لا بقت أكبر. فينفع أحط الزرع بتاعي عادي، أحط الزرع وأحط حواليه عظم، أكمل الجزء بقى الفاضي ده بعظم. وكده الحالات اللي زي ده حد مثلا عنده سنانه اللي ورا كلها مش موجودة. طيب الحل عند الحالة ده إيه؟ لو مش هيزرع، الحالة ركب طقم، ما عندوش حل تاني، لأن حتى في الحالة دي ما عرفش يعمل كوبري. يعني حتى الشخصية اللي كانت بتحب الكوبري مش هيعرف يعمل كوبري هنا. فاهم قصدي؟ يعني اللي هيعمل اللي كان نفسه يعمل هنا كوبري هو مش هيعرف يعمل ليه؟ لان ما عندوش حتى سنه ورا يعمل عليها، ما عندوش فيكسد، خلاص كده هيعمل طاق. وكمان ما عندوش عظم، عنده الريدج بتاعه رفيع قوي. يبقى في الحاله دي اسيبه؟ لا، اللي انا عايز اقوله ان احنا عندنا حل لكل حاجه ان شاء الله، بس الحاله ترضى تعمل اللي احنا بنقول عليه. يعني مش هقول ايه؟ احنا هنعمل لك سبليتنج للبون وهنحط عظم وهنحط الزراعات بجهاز البيزو. لا يا دكتور، دي عمليه كبيره. خلاص حضرتك ركب طاق. انت يعني خلينا نتفق ان الحياه تتعب هتديك، يعني تتعب دلوقتي هترتاح على طول. احفظ المقوله دي. هو في ان انا هعمل حاجه صح، بس هنفترض ان انا هعمل عمليه دلوقتي كبيره شويه، فانا هتعب دلوقتي هرتاح طول عمري، او ارتاح دلوقتي واتعب طول عمري. اختار واحده من الاثنين. عايز ترتاح دلوقتي وتتعب طول عمرك، اعمل طقم، هتاخد مقاسات في ربع ساعه وهتعمل طقم، بس هتفضل طول عمرك تعبان بالطقم. او اتعب معايا دلوقتي شويه وهتعيش طول عمرك مرتاح. البي ار اف ايه هو؟ بص بقى، احنا عندنا الدم عندنا في حاجه اسمها بليتلت ريتش فايبرين. دي ايه؟ دي عوامل الجروث فاكتورز، او عوامل النمو، او احنا جسمنا دايما متعرض، كل الخلايا عندنا للتلف. ايه اللي بيعالج التلف ده؟ الدم بيبقى فيه فاكتورز بيوصل للاماكن التلفه، بياخد على طول المكان ده فيه مشكله، بيقوم رايح الدم بالعوامل اللي هتعمل لنا جروث فاكتورز او هيلينج او التئام. فالدم اوريدي مليان بالجروث فاكتورز دي. فتم اكتشاف ان احنا لما بناخد الدم ده ونعمل له سنترفيوجن بطريقه معينه وبدرجه معينه وجهاز معين الدمويه الغنيه بالفايبرين، بالظبط كده، بنحصل على كميه الفاكتورز دي كلها مع بعض من غير الدم بقى خالص. البي ار اف ده مهم جدا في ايه؟ هك ما هو مهم لعلاج اللثه. اي سوفت تيشو هو فيه فاكتورز بتاعت التئام. فحضرتك دلوقتي جيت زرعت او عندك مشكله في اللثه، لو احنا زرعنا هنقوم حاطين عندي ديفكت في العظم مثلا، هنقوم حاطين الزرعه
ونحط عليها عظم مصنع، واحنا بنستخدم احدث انواع العظم المستخدم اللي اتعمل بطريقه بنيامي تكنولوجي، وبنقوم حاطين عليه الفايبرين ممبرين ده ونربط فيه اللسة. علشان الفايبرين البي ار اف ده مليان جروث فاكتورز، فهيساعد اللسة انها تلتئم بسرعه، فبالتالي هيساعد ان اللسة والعظم والزرعه يحصل لهم انتجريشن بسرعه جدا، ويحصل التئام سريع جدا لمكان الزرع، وبيحافظ وما دام عندي التئام سريع يبقى انا عندي كمان الانفكشن او العدوى انا قدرت اسيطر عليها. شكل اللسة نفسه هيبقى صحي، لان انا محتاج بالذات في الاسنان الاماميه محتاج مش رسمه اللسة بس، لا انا محتاج كمان يبقى شكلها صحي، ما يبقاش شكل اللسة فارق عن اللسة اللي جنبها، عشان ما تبقاش شايف سنتين مختلفين عن بعض، لان ممكن يبقى السنتين شكل بعض بالظبط لكن اللسة البرواز اللي حوالين السنه شكله مش مظبوط، فيديك انطباع ان السنه دي مش مظبوطه. احنا يعني من كتر ما شرحنا التكنولوجيا الحديثه وخصوصا في الفتره الاخيره في الاسنان، اعتقد ان احنا وضعنا كثير من الناس في حركه، خصوصا الناس اللي ما بتستخدمش النوعيه دي من التكنولوجيا، الناس اللي ما بتعملش ابجريدنج لنفسها، حطيناهم في حركه شديد جدا، وانا مبسوط عشان كده قوي. مبسوط قوي، لان انا احب احط الناس اللي محلك سر يعني ما بتقدمش نفسها، ما بتعملش ابجريدنج لنفسها، كل يوم وكل اسبوع في حاجه جديده بنقولها، الحاجه الجديده دي في العالم بتطبق احنا بنستخدمها، فده بيخلي ناس كتير لازم تمشي هذا الحذو، لانه لا مكان في عالم الاسنان الان لمحلك سر. نورتنا يا دكتور، اتشرفتني، خليكم دايما مع الناس الحلوه. ايه الارتباط الوثيق بين السكر والسمنه؟ لما بيبدا يحصل زياده في الوزن وزياده في الدهون يبدا يحصل ترسبات دهنيه في البنكرياس، وبالتالي وظيفته بتقل. ان العرض ده يختفي بالمنطق لما الوزن يقل. مع تطور عمليات جراحات السمنه وبالذات عمليه تحويل المسام بيحصل نسبه شفاء تامه من النوع الثاني، وتحسن كبير جدا وملحوظ من النوع الاول في مرضى السكر. ازاي اكتسبت الوزن ده؟ السكر بدا معاك ازاي؟ وانا في اقل زمان كنت بتخانق، احس خانقه بدوري مراخيري. السكر جاي مع الانسان كان وحش بيفترس الانسان قدامه. النهارده بقى لي شهرين عامل عمليه، خسيت فوق ال 22 كيلو. المريض يبقى فاهم ابعاد العمليه بيساعد كتير قوي في نسبه نجاح العمليه. في تقدم طبي كبير في استراليا، اشمعنى اخترت ترجع مصر؟ هو عمل معايا معجزه بصراحه.